السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرتنا النهاردة فكرة سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم. هي حاجة بسيطة قوي بتستخدمي فيها إكسسواراتك القديمة. لو ما عندكيش إكسسوارات ممكن إكسسوارات قرايبك، إكسسوارات خرز زيادة عندك، أي فكرة موجودة، أي حاجة ممكن نستغلها موجودة عندنا في البيت ممكن نزين بيها الفكرة اللي أنا هنفذها دلوقتي، وإن شاء الله تبقى سهلة عليكم وتعجبكم وتنفذوها بإذن الله. فشوية ونكون مع بعضينا في العمل مع بعض. دلوقتي نقدر نكمل الفازة بعد ما لزقت الورق عليها بالشكل ده. لزقت الورق على الإزازة على طول بشكل مباشر، فاللون الورق أخد شفافية الإزاز بالشكل ده. نشوف بقى هنلزق هنا. أعمل تصميم مثلا، في طبعا الجزء المعدن بشيله لان هو ده يعني ممكن يتقال خاتم مثلا. كده طبعا زي ما اتفقنا ان احنا نشكل الحاجة الاول، نشوف الشكل المناسب لينا. اظبط بس ده عشان المايلة شوية فبيزحلق، اوقفها كده. كده مثلا يعني لسه انا بظبط اشوف الشكل المناسب معايا. عندي شكل ده برضو عايز اضيفه، شكل البومة شكلها عجبني حل. ممكن هنا مثلا ده كده. شكل التصميم وبعدين أبدأ في اللزق. يعني ممكن ده هنا كده كده.
بلاش تو مش ماشي معانا. كده ممكن او كده نجي هنا في ده كمان ممكن اضيفه اخد منه جزء عصب القصافة مثلا جزء منه عايز اشيل السلك انا طبعا هياخد بس وقت في التصميم لكن التكنيك نفسه سهل جدا في تنفيذه هو التصميم بس اللي ممكن ياخد مني وقت لحد ما احس ان انا عيني ارتاحت للشكل بتاعي ده ممكن احطه هنا مثلا اشيل الذهبي دي احط دي بدلها ممكن احط ده هنا كده كده ممكن يعني وصلت لايه للشكل اللي ممكن يريح دي هنا زي دي ممكن نحطها في المقابل بالشكل ده ده يضرب مع ده مثلا ده هنا كده فيونكة دي مع الفيونكة دي كده يعني ماشي الحال او بلاش دي هدي هنا دي هنا كده كده ممكن ألزق على كده تمام نبدأ نلزق بالسيليكون زي ما قلنا اخدي السيليكون او مسدس الشمع ده ماشي وده يمشي بس انا بفضل السيليكون كده
طبعا الفكرة على قد بساطتها هي بس محتاجة اكسسوارات، محتاجة تنسيق، اكتر من كده مش محتاجة حاجة. والحاجة اللي احنا هننسق عليها يعني مثلا برواز مراية، برواز صورة، حاجات بالشكل ده. ممكن مثلا تابلو محتاج وردة، نضيف له الوردة من الاكسسوارات اللي عندنا. يعني نوظف الحاجة حسب امكانياتنا وحسب الشكل اللي احنا بنشتغل بيه. ممكن هنا دي حاجات مكسرة كده، حاجات مكسرة نستغلها في أجزاء فاضية. ممكن مثلا ده برضو جزء مكسور، يعني هي حاجة مكسورة من عندي كده. نضيفها هنا. ممكن مثلا ايه تاني، انا لسه دول ما لزقتهمش، اي سيليكون كده. قطعة السيليكون اللي بستخدمها حسب ما يكون الشكل بتاعي البومبي بتاعه محتاج جزء اكبر ولا جزء اقل. كده تمام. الجزء ده مثلا ممكن نحط له، لا دي كبيرة دي، نحط دي كده. كده تحت شوية كده. ممكن احط دي ده الجزء اللي هو المكسور من فوق، نحطها كده. عندي دي ممكن نضيفها حباية كده. كده خلاص وصلت للنهاية في العمل بتاعي.
بقى بالشكل ده. بالشكل ده مع اضفت له اخدت من الكنار دوت او الخرز ده او يعني ممكن يستخدم هو ده بيستخدم في تزيين القماش بيتجاب من محلات بيع الأقمشة او اللي هو المكان اللي بيبيع ادوات الخياطة والخرز وزينة التزيين بتاع القماش. قصيت منه وحطيت تحت بالشكل ده عشان كده النهائي بتاع الفازة. ادي الفازة مع الفريم بالشكل ده. اتمنى يا رب يكون الفكرة عجبتكم وطلعت حلوة زي ما كنتوا متخيلينها. واتمنى تجربوها طبعا. كده الفكرة بتاعتي النهاردة استخدام الاكسسوار في تزيين اي حاجة موجودة عندنا. وانا كنت قبل كده عملت اطار مراية بالاكسسوار، ممكن هتلاقوا الموضوع بتاعها بالصور في منتديات ورد للفنون. ياريت تشوفوها وان شاء الله تعجبكم وتنفذوا زيها، ومنتظرة طبعا ارائكم في المراية وفي العمل بتاع النهاردة. وشكرا لكم. اشكركم على المتابعة وان شاء الله يكون العمل عجبكم وتستفيدوا بالاكسسوارات القديمة اللي موجودة عندنا في البيت. طبعا زي ما قلت لكم اكيد مفيش بيت يخلو منها. فاتمنى تكون الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم والفيديو واضح يعني واضح قدامكم والفكرة تعجبكم وتنفذوها. والى اللقاء في عمل اخر وفكرة جديدة وفيديو جديد باذن الله. واشكركم على المتابعة اصدقائي احبابي. اتمنى طبعا لو عجبكم الفكرة انكم تنشروها لاصدقائكم يستفيدوا بيها باذن الله. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر.